السادسة من الميادين وفي عناوينها: السفير الأمريكي لدى تل أبيب يدافع عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة، وفصائل فلسطينية تندد وتربط تصريحاته بالترويج لصفقة القرن. المجلس العسكري السوداني يبدي استعداده لاستئناف المفاوضات مع المعارضة، والأخيرة تلوح بالعصيان المدني. الجيش اليمني واللجان يحبطون هجومين لقوات التحالف السعودي قبالة عسير. منظمات حقوقية تحذر: السعودية تعتزم صلب الفتى مرتجى قريريس على خلفية اتهامات سياسية وجهت إليه في عمر 11 عاما. أهلا بكم. قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن من حق إسرائيل ضم أجزاء من مناطق الضفة الغربية، لكن ليس من حقها ضم المناطق كافة. وفي مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز رفض فريدمان توضيح رد الفعل الأمريكي في حال ضمت الحكومة الإسرائيلية أجزاء من الضفة الغربية. فريدمان اتهم السلطة الفلسطينية بمحاولة إفشال ورشة المنامة الاقتصادية عبر الضغط على عدد من الشخصيات ورجال الأعمال لمنعهم من المشاركة في هذه الورشة. حركة فتح اعتبرت أن تصريحات السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان عنصرية ومخالفة للقانون الدولي. وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي إن تبرير فريدمان لضم أراض إلى إسرائيل هو اعتراف إضافي بفحوى ومضمون مؤامرة صفقة العار وورشة البحرين، ويؤكد صحة موقف حركة فتح تجاههما. بدورها وصفت حركة الجهاد الإسلامي فريدمان بأنه مستوطن متطرف ينفذ سياسات الاستعمارية والاستيطانية لمرؤوسيه. الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شاب قال إن صفة السفير التي يحملها فريدمان مجردة من كل معنى، مؤكدا أن زمن التوسع الاستعماري ولا وانتهى، وأن أطماع إسرائيل مصيرها الفناء. وينضم إلينا من رام الله المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامة القواسمي. سيد القواسمي مرحبا بك. كيف ستتعاملون مع هذه التصريحات لفريدمان؟ تصريحات تبدو مستفزة ولكنها توحي بأن ثمة تأكيدا أمريكيا وإسرائيليا على توجه ما بشأن مستوطنات الضفة الغربية. كما تعاملنا منذ اللحظة الأولى حول إعلان القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلية، واعتبار أنه لا يوجد لاجئين، واعتبار أن الاستيطان شرعي، وكل القرارات التي تم اتخاذها من الإدارة الأمريكية، عندما أخذنا قرارا برفض هذه القرارات وعبرنا بشكل واضح عن قرارنا الوطني الفلسطيني المستقل، ورفضنا أي شيء يخرج من الإدارة الأمريكية، وأن كل الإجراءات والقرارات الإسرائيلية هي باطلة بفعل القانون الدولي والشرعية الدولية وحقنا في هذه الأرض تماما. لذلك هذه التصريحات تأتي في سياق استكمال حلقات الخنق السياسي والاقتصادي على القيادة الفلسطينية في محاولة لتركيع الشعب الفلسطيني، وأيضا هي رسالة لمن يهمه الأمر من فريدمان، للذين يتعامون عن ماهية صفقة العار الأمريكية الإسرائيلية، الذين يحاولون الترويج لها، الذين يحاولون الضغط على القيادة الفلسطينية بأنه علينا أن نحضر ونستمع. إن الذي لا يرى حقيقة فريدمان وتصريحاته العنصرية، ومن لا يرى حقيقة الموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية، هو أعمى بعيون أمريكية. نعم. لذلك نحن نطالب الجميع بمقاطعة ورشة البحرين، نطالب الجميع بإسقاط صفقة العار. الرئيس محمود عباس أبو مازن يقف سدا منيعا، الفصائل الفلسطينية جميعا، الشعب الفلسطيني يقف خلف الرئيس في مجابهة صفقة العار الأمريكية وورشة البحرين التي هي نعتبرها مقدمة لصفقة العار. أستاذ أسامة، هناك بعض المواقف العربية التي لا تعارض بالمجمل انعقاد مؤتمر البحرين، لا بل أنها تشجع عليه. هل تعولون على دور عربي ما من أجل مواجهة هذا الاستفزاز الأمريكي المستمر بشأن الضفة الغربية والمستوطنات؟ نحن متأكدين أن الأغلبية العظمى الساحقة من الدول العربية ستقاطع، ولن ترضى أن توضع القدس في مزاد علني والقضية الفلسطينية في مزاد علني. نحن متأكدين أن الأغلبية العظمى ستقاطع ذلك، ونحن نطالب الجميع بعدم الذهاب إلى ورشة البحرين. نطالب الجميع
بذلك احنا بالنسبه لنا لدينا موقف واضح بان ورشه المنامه البحرين هي محاولة لتحويل الصراع من حقوق وطنية لها علاقة بالقدس واللاجئين والدولة إلى قضايا إنسانية، المال مقابل السلام بدل أن الأرض مقابل السلام. لذلك نحن في حركة فتح نعبر بشكل واضح لن نبيع القدس ولن نتخلى عن القدس، وجاهزون لاستمرار النضال، ولن نقبل لا بتصريحات فريدمان ولا التصريحات الأمريكية المتعلقة بما يسمى بصفقة العار الصهيو أمريكية. سنواصل نضالنا ورفضنا لكل من كل ما يخرج عن هذه المؤتمرات وورشات العمل تحت حجج واهية. السفير الأمريكي في إسرائيل الأستاذ أسامة يتهم السلطة الوطنية الفلسطينية بأنها تعمد إلى إفشال ورشة المنامة الاقتصادية عبر الضغط على عدد من الشخصيات ورجال الأعمال الفلسطينيين بشكل خاص لمنعه من المشاركة في هذا المؤتمر. هل هذا يعني اعترافا أمريكيا من وجهة النظر الفلسطينية بقدرتكم على يعني إعاقة أو تمرير هكذا مشروع؟ أولا يا سيدي، إن لم تستحي والكلام طبعا لفريدمان فقل ما شئت، وهو إنسان لا يخجل لا يستحي، هو عنصري مستوطن يعبر عن الأكثر كراهية في إسرائيل. هو ليس سفير أمريكا في تل أبيب، وإنما هو سفير المستوطنين في تل أبيب. هذه هي الحقيقة التي يجب على الجميع أن يعرفها. ثانيا، نحن نشيد برجال الأعمال الفلسطينيين الذين المحليين واللي موجودين في جالياتنا في الخارج في كل مكان، الذين عبروا بإرادة وطنية عن مقاطعتهم الكاملة لما يسمى ورشة البحرين. لذلك إن كان هناك ضعاف النفوس وهم ألصقوا عليهم مسمى رجال أعمال، فهؤلاء خارجين عن الصف الوطني، هؤلاء عملاء للاحتلال الإسرائيلي منبوذين. ونحن نفتخر ونعتز في حركة فتح وأيضا السلطة الوطنية الفلسطينية ونفاخر بذلك. نعم، نحن نعمل على إفشال مؤتمر البحرين، نحن لا نخفي ذلك بالمطلق، وندعو الجميع إلى مقاطعته لأنه مزادا علنيا لبيع القدس، ومن يرضى لبيع القدس فهو حر. أما نحن الفلسطينيون فلدينا موقف واحد مشرف، فليسقط هذا المؤتمر كما تسقط صفقة العار الصهيو أمريكية. نموت واقفين ولن نركع، ولا يمكن لنا أن نقبل ونقايد القدس والحرية والعدالة والقيمة والوطنية والفلسطينية التي يعرفونها جميعا بمليارات الدولارات. والله لو عرضت علينا مليارات الدنيا، نعم، لا يمكن لنا أن نفرط بالقدس عاصمة الدولة الفلسطينية، بل هي عاصمة كل الدول العربية والإسلامية. أستاذ أسامة، الولايات المتحدة تعول ربما على ضغوط عربية قد تمارس عليكم على السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل إقناعها على الأقل بالتخفيف من معارضتها لمؤتمر البحرين. ألا تخشون أنه من هذه الضغوط، يعني ضغوط دول عربية مؤثرة ولكم علاقة معها وأيضا تقدم لكم الدعم المالي؟ لا، شوف طلع، الدول العربية لا تضغط علينا بالمطلق، وهناك موقف عربي متقدم. العديد من الدول العربية تقاطع، الأغلبية تقاطع، ونحن لا نتعرض للضغوطات، وكل يعرف موقفنا تماما، ونحن على علاقة وطيدة مع كل الدول العربية، ولكن نطالب الجميع بمقاطعة مؤتمر البحرين بشكل واضح ودون مجاملة ودون مواربة. هذا المؤتمر له علاقة بإفكار إسرائيلية أمريكية لتحويل الصراع إلى إنساني، مطار هنا ميناء هناك، بعض المشاريع الاقتصادية، أي محاولة لتجميل الاحتلال الإسرائيلي وتأبيده وتعميقه. هذا لا ينطلي مع الشعب الفلسطيني وقيادته. نحن نعبر عن موقفنا بشكل واضح أننا ضد هذا الموضوع، ونطالب أشقائنا وأحبائنا العرب بمقاطعة هذا الموضوع. نحن نشيد بمواقف العديد من الدول العربية التي أعربت أنها لن تشارك في هذا الموضوع، وهناك دول أخرى ستعلن في القريب العاجل. أيضا نشيد بموقف الأمم المتحدة، بموقف روسيا، بموقف الصين. أيضا هناك موقف نعتقد أنه متقدم سيخرج من الاتحاد الأوروبي، ونأمل ذلك. لذلك نحن نتأكد متأكدين تماما أن أمريكا إلى هذه اللحظة لا يوجد لديها شريك، لأن رب البيت وهو الشعب الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية، الرئيس محمود عباس يرفض المشاركة ويرفض كل ما يخرج عن مؤتمر أو ورشة البحرين أو كل ما يخرج عن الإدارة الأمريكية بعد قراراتها المتسلسلة المتعلقة بالقدس واللاجئين وغيرها من القضايا. أستاذ أسامة، سؤالي الأخير لو سمحت، مؤتمر البحرين أثار إجماعا لافتا على الصعيد الفلسطيني في رفضه
من قبل كل الفصائل من السلطة الوطنية. هذا أدى إلى ما يمكن أن نسميه نوعا من التقارب حول الاستراتيجيات الرئيسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. هل يمكن لهذا التقارب على الأقل حول مؤتمر البحرين ورفضه أن يؤسس لتقارب أكبر ربما ينهي الانقسام أو يخفف من حدته؟ بالتأكيد هذا سؤالك في محله، ونحن نعتقد أن الهجمة الكبيرة على القدس واللاجئين هذه قضايا محل إجماع، لا نعتقد أن هناك من يختلف عليها، وإن اختلفنا في العديد من القضايا ولكن جوهر القضية نحن متفقين تماما. ونحن نأمل أن تلتقف حركة حماس هذه الفرصة من أجل إنهاء حالة الانقسام، ونحن نرى أن في الوحدة قوة لنا جميعا وفي التفرقة ضعف لنا جميعا، لذلك هناك فرصة ودرس للجميع وخاصة لحركة حماس بأن الهجمة على القدس وليس على قطاع غزة، بمعنى أن المشروع الإسرائيلي هو له علاقة في الضفة الغربية وغزة وتريد من غزة أن تكون السنارة والشبكة التي تصطاد فيها الضفة الغربية. نحن شعب واحد في غزة والخليل ونابلس والقدس، لدينا هدف واحد هو القدس عاصمة الدولة الفلسطينية. على هذا الأساس تعالوا إلى كلمة سواء على أساس منظمة التحرير، ولا أعتقد أن أحدا يمكن أن يختلف على هذه القواعد الأساسية. نعم هناك فرصة حقيقية لإنجاز حالة من الوحدة الوطنية من أجل الارتقاء جميعا بالمظهر الفلسطيني الذي عودنا فيه العالم بأننا نقاتل عدوا واحدا اسمه الاحتلال الإسرائيلي. شكرا. ولا عدوا غيره لنا. شكرا لك أسامة القواسمي المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، وكنت معنا من رام الله، شكرا جزيلا. استنكرت لجان الصيادين في غزة سعي إسرائيل لمحاكمة 4 صيادين فلسطينيين بتهمة تهريب مادة الفايبر جلاس، وعوائل المعتقلين تطالب بالإفراج عنهم. أحمد غانم. على غير المعتاد جاء أبو محمد إلى البحر لا للصيد بل ليشكو هموما ضاقت بها نفسه، فابن شقيقه وابن عمه سيخضعون للمحاكمة على يد سلطات الاحتلال الإسرائيلية بعد اعتقالهم في عرض البحر بتهمة تهريب مواد تستخدمها المقاومة، تهمة ينفيها الرجل الذي استولت بحرية الاحتلال أيضا على قاربين له ويؤكد أنها محض افتراء. غير مشروع أي تهمة إلهم، هم لفوا لهم التهم هذه بشكل مش عارف كيف، يعني مثلا يعني احنا بس غرضنا انه وقت العيش، يعني بدنا ناكل عيش، احنا مناش ايتها لتنظيم او ايتها اشي. لجان الصيادين في غزة عبرت عن قلقها من الخطوة الإسرائيلية عاصفة إياها بغير المستغربة، وبأنها ترمي كما تقول إلى تعميق معاناة الصيادين وخلق مبررات لفرض مزيد من العقوبات بحقهم والتضييق على حركتهم في البحر. ما تدعيه قوات الاحتلال من أن الصيادين يقومون بعمليات تهريب هي مقدمة أيضا جديدة لشن عدوان على الصيادين. فقط خلال العام الحالي الاحتلال اعتقل ما يقارب من 25 صياد وصادر 10 مراكب، بالإضافة إلى إصابة 26 صياد، وخلال العدوان الأخير على قطاع غزة دمر ما يقارب من 41 قارب. لجان الصيادين وردا على المزاعم الإسرائيلية تؤكد أن مادة الفايبر جلاس التي يزعم الاحتلال ضبطها بحوزة الصيادين لا تستخدم إلا في صيانة المراكب وصناعة الدمى، ويمنع الاحتلال إدخالها إلى القطاع منذ سنوات بحجة الاستخدام المزدوج. اعتقال الصيادين ومحاكمتهم تعد سابقة وتأتي كمقدمة كما تؤكد الجهات النقابية لشرعنة مزيد من الاعتداءات بحقهم، اعتداءات تتطلب تدخلا عاجلا من الجهات المعنية والفاعلة لوضع حد للقرصنة الإسرائيلية بحق بحر غزة وصياديه. أحمد غانم، غزة، الميادين. أكد المجلس العسكري الانتقالي في السودان انفتاحه وحرصه على التفاوض للوصول إلى تفاهمات مرضية تقود إلى تحقيق التوافق الوطني والعبور بالفترة الانتقالية إلى بر الأمان، بما يفضي إلى التأسيس للتحول الديمقراطي. المجلس العسكري الانتقالي شكر في بيان له إثيوبيا على مبادرتها وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسيين في السودان والتي يقودها رئيس الوزراء أبي أحمد. قوى المعارضة في السودان حذرت من أنها ستدخل في عصيان مدني مع بداية الأسبوع المقبل إذا لم يبدي المجلس العسكري توجها لقبول شروطها للعودة إلى المفاوضات. وقد دعت قوى الحرية والتغيير المعارضة اليوم أنصارها إلى مواصلة حراكهم وإغلاق الشوارع مع تسيير مواكب ليلية وصولا إلى العصيان المدني الشامل والإضراب العام.
هذا وقد أوقفت قوات الأمن السودانية ثلاثة من قادة حركة الاحتجاج بعد لقائهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارته الخرطوم في محاولة منه للتوسط بين طرفي النزاع في السودان. وكانت هذه القوى قد قدمت 4 شروط أساسية إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد لاستئناف المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي. والشروط هي اعتراف المجلس بارتكاب مجزرة فض الاعتصام، وتأليف لجنة دولية لمحاسبة المسؤولين عنها، والإفراج عن جميع المعارضين السياسيين وأسر الحرب، وإطلاق الحريات العامة، ورفع الحظر عن شبكة الإنترنت. ضرورة اعتراف المجلس العسكري بوزر الجريمة التي تم ارتكابها. ثانيا، تكوين لجنة تحقيق دولية للتحقيق في أحداث فض الاعتصام. ثلاثة، إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وأسر الحرب وكل المحكومين على خلفية معارضة النظام السابق. إتاحة الحريات العامة وحرية الإعلام. رفع الحصار المفروض على الشعب السوداني. القيادي في حزب الأمة السوداني إسماعيل مرسال حذر من أن المعارضة ستنفذ الأسبوع المقبل عصيانا مدنيا. وفي تصريح للميادين أكد المسؤول السوداني أنه ليس هناك خيار أمام المعارضة سوى مواصلة حراكها في ضوء تمسك المجلس الانتقالي بالسلطة. والآن هنالك إعلان لعصيان مدني بداية الأسبوع القادم، ونتوقع نسبة نجاح كبيرة لهذا العصيان، وهي إحدى الوسائل السلمية التي نستخدمها حتى نحقق مطالب الثورة السودانية. إذا كان هناك اختراق حقيقي واتجه المجلس العسكري إلى تنفيذ هذه المطلوبات وأكد رغبته في الانتقال إلى حكومة مدنية، ليس لدينا مانع الانتقال معه، ولكن في حالة تعنته ورفضه ليس لدينا خيار غير مواصلة الاحتجاج السلمي. وينضم إلينا من لندن في بريطانيا رئيس مكتب حزب الأمة السودانية سيد محمد الأنصاري. سيد محمد، مرحبا بك. أود أن أسألك تعقيبك على بيان المجلس العسكري الذي يبدي فيه انفتاحه وحرصه على الحوار. بالنسبة لبيان المجلس العسكري، بيان مرفوض تماما. لا يمكن أن تقتل الناس وتروي عن المواطنين وتهدد الأمن في البلاد وتأتي أن تدعو للحوار. ما الذي يضمن أن لا يتكرر هذا السلوك مرة ثانية؟ ما الذي يضمن أن لا يقوم المجلس الوطني بقتل مزيد من المواطنين، وأن لا تقوم قوات الجنجويد، قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دلقو؟ ما الذي يمنع أن تقوم هذه القوات بقتل مزيد من السودانيين كما حدث يوم 29 أبريل، وحدث في مرات متعددة بعد قيادة المجلس العسكري للعملية السياسية في البلاد؟ فهذا بيان خطير وبيان ضعيف وبيان لا توجد فيه أي إحساس بالمسؤولية الوطنية وإحساس بدماء الشهداء التي أسهرت بدم بارد. فنحن لن نعود إلى طاولة المفاوضات إلا بعد إجراء تحقيق شفاف، تحقيق نزيه يقودنا إلى من الذي قام بقتل المتظاهرين يوم 29 رمضان. نعم. من هم الذين تورطوا في هذه الأحداث الشنيعة التي راح ضحيتها سلة وعدد كريم من أفراد الشعب السوداني الكريم وشباب السودان الذي غاب الثورة، ثورة سلمية انتصرت لمضامينها وأهدافها. لا يمكن أن تأتي أن تروي على المواطنين بالرصاص وأن تحرق القيام أستاذ محمد وأن تنتهك العربات. فلذلك هذا المجلس ليس جدير بالإحترام وليس جدير بالتفاوض معه. لا، أنتم متمسكون إذن بشروطكم، ولكن هناك وسيط إثيوبي يقوم الآن في محاولة منه لرأب الصدى، أو على الأقل لإعادة ربط ما كان قائما بين المعارضة وبين المجلس العسكري. ألا يعطيكم بعض الثقة وجود هذا الوسيط الذي يحظى أيضا بتأييد إفريقي ودولي؟ نحن نثمن عاليا مبادرة الحكومة الإثيوبية ممثلة في الرئيس الإثيوبي أبي أحمد، ونحن نكون رئيس الوزراء احترام والتقدير رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، نكون له على المستوى الشخصي كل الاحترام والتقدير. فهو رجل محترم وغاد بلاده لاستقرار سياسي، ولذلك فرحنا بالمبادرة التي قامت بها شقيقتنا الجارة إثيوبيا في معالجة القضية السودانية. وأيضا
اجتمع وفد إعلان الحرية والتغيير بالخرطوم يوم أمس مع أبي أحمد، وتم تمليكه كافة المعلومات وكافة البيانات الصحيحة عما تم بالاعتصام، وهو متعاطف إلى حد كبير مع توجهات إعلان الحرية والتغيير، وحملناه رسائل بأن وددنا أن يقوم بدوره على أكمل وجه وأن يوصل هذه الرسالة للمجلس العسكري، وكذلك عبركم الآن نرسل هذه الرسالة بأن لا تفاوض مع المجلس العسكري إلا بعد إجراء تحقيق نزيه وشفاف يقودنا إلى نهايات منطقية في من الذي قتل المتظاهرين، وكذلك يضمن أن لا يتم غسل المزيد من السودانيين. نعم. في المرحلة القادمة. أستاذ محمد، من بين الشروط التي وضعتموها في المعارضة من أجل عودة الحوار مع المجلس العسكري هو اعتراف المجلس نفسه بارتكاب مجزرة فض الاعتصام، أنتم كمن يطلبون من المجلس أن يدين نفسه؟ من الذي قام بقتل المغتصبين؟ فإذا قام المجلس بالاستراب بالجريمة فهو نصف الحل، وإذا تنكر لهذه الجريمة فهو مزيد من التعقيدات. فلذلك إذا 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 تنكر المجلس لهذه الجريمة فهذا أسر مشاكل، لأن من الذي قتل المتظاهرين؟ فهذه دلالة على أن لا بأن الأمن غير موجود بما يضمن سلامة المواطنين السودانيين. نعم. فلذلك أنا أناشد المجلس العسكري بأن يكون شجاعا وأن أن أن, أن, أن يعترف بأنه ارتكب الجريمة، واعترافه به جزء كبير من الحل، لأننا سنصل ربما أن يكون هناك شخصيات وطنية بهذه المجلس كانت ضد فض الاعتصام بهذه الكيفية التي تمت. فلذلك المجلس العسكري اعتمد على سوابق سابقة وتصور بأن ما تم في فض اعتصام القيادة العامة نعم سينجح كما تم في ميدان الرابعة الأدبية، ولكن هذا تحليل فطير للغاية، لأن المجلس العسكري الآن في موقف ضعيف جدا جدا، ونحن كنا نتعامل مع المجلس العسكري باعتباره شريك في التغيير وباعتباره جزء طيب من مستقبل العملية السياسية في البلاد. ولكن ما تم يوم 29 رمضان أكد بأن المجلس العسكري هو ليست شريك في التغيير، وإنما هو امتداد لنظام البشير السابق. أستاذ محمد الأنصاري، سؤالي وباختصار لو سمحت، يعني أفهم من كلامك وكأن المعارضة الذاهبة إلى العصيان بعيدا ومستمرة في رفضها لهذا البيان الصادر عن المجلس العسكري الذي يبدي فيه رغبة في الحوار ويعني التعامل مع حراك المعارضة، ما هي الخطوات التي تعتزمون القيام بها اعتبارا من الاثنين بعد غد عصيان مدني؟ إلى أين يعني ما هي الأوجه التي قد يأخذها هذا العصيان؟ أولا نحن ليس ضد الحوار، الحوار هو وسيلة مشروعة ووسيلة حضارية في الوصول إلى تفاهمات والوصول إلى نتائج مرضية، ولكن الحوار لا يجي مع هؤلاء القتلة. فلذلك المعارضة لديها خططها فيما بعد يوم غدا سيكون صيان مدني شامل في البلاد، ستضع المتاريس في جميع الطرقات، سيتم شلل الحركة في الخرطوم شلل كامل، وهذا ليست خطة إعلان الحرية والتغيير، هذه ردة فعل الشارع السوداني لما حدث يوم 29 تمريض. نحن ليست قيادة لهذه الثورة فقط، وإنما الثورة هي غادت نفسها بنفسها، ولكن نحن من ننظمها ونرتب أولوياتها. فلذلك حتى لا 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 لا, لا نتهم بأننا بعنا دماء الشهداء بأثمان رخيصة، ولا نتهم بأننا فرضنا في مستقبل العملية السياسية والديمقراطية في البلاد. فلذلك سندعم الاعتصام والعصيان يوم غدا حتى الوصول لمطالب كاملة للثورة السودانية. شكرا لك أستاذ محمد الأنصاري، رئيس مكتب حزب الأمة السوداني في بريطانيا. حذرت المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان من أن الرياضة تريد صلب الفتى مرتجى قريريس على خلفية اتهامات سياسية وجهت إليه حين كان عمره 11 عاما.
المنظمة عرضت شريطا ترويجيا للطفل السعودي أشارت إلى أن الجريمة تأتي ضمن سياق استخدام السعودية عقوبة القتل لتصفية أصحاب الرأي والمعارضين والمحتجين والأطفال. وقريريس هو أصغر سجين سياسي في البلاد، وكان قد اعتقل في 20 أيلول/سبتمبر من عام 2014. وأشارت المنظمة إلى أنه تعرض للتعذيب والضرب. رئيس المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان علي الدبيسي أكد أن قضية الطفل مرتجى قريريس هي واحدة من 14 قضية مماثلة. وفي اتصال مع الميادين تحدث الدبيسي عن وجود 4 قاصرين مهددين بالصلب من قبل السلطات السعودية. قضية مرتجى هي قضية من أصل 14 قضية أخرى لأطفال وقاصرين في هذا العهد. هناك 10 تم إعدامهم في السنوات الماضية، واليوم هناك 4 قاصرين مهددين ضمنهم مرتجى خريريس وإلى جانبه الطفل علي النمر وداود المرهون وعبد الله الزاهر. بالتالي هذه القضية اليوم يعني قضية مرتجى ما زالت يعني في طور المحاكمة. وحينما نقول محاكمة لا يعني أننا اليوم أمام محكمة موضوعية أو قوانين يعني موضوعية. أعلن مصدر عسكري يمني أن الجيش واللجان الشعبية صدوا هجومين للتحالف السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران وفي أبواب الحديد بعسير، مشيرا إلى سقوط عدد كبير من القتلى في صفوف قوات التحالف. وعرض الإعلام الحربي اليمني مشاهد تظهر لحظة استهداف الدفاعات الجوية للجيش واللجان طائرة مقاتلة من دون طيار للتحالف السعودي من نوع MQ-9 أمريكية الصنع في الحديدة، ليرتفع بذلك عدد الطائرات التي تم إسقاطها منذ بداية العام إلى 4. وزير الدفاع اليمني في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد ناصر العاطفي جال على محور نجران شمالي البلاد متجاوزا الحدود إلى الداخل السعودي، حيث تفقد مقاتلي الجيش واللجان الشعبية بعد سيطرتهم على عدد كبير من المواقع السعودية. أنتم هنا بتدافعوا عن البوابة الشمالية للجمهورية اليمنية، ربنا بيقويكم وإن شاء الله احنا منتصرين، ما هي إلا إن شاء الله والنصر قريب. توجهنا إلى هذا الموقع المطل على مدينة نجران والذي لا يبعد إلا مسافة كيلومترات. هذا المكان مكان المطار يضرب الطائرة المسيرة اليمنية قبل أيام. هاجم رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم الثاني السعودية واصفا اتهاماتها لبلاده بالإرهاب بأنها باطلة، وحمل المملكة السعودية المسؤولية عن الأزمة السورية وتفشي تنظيم داعش. مواقف الثاني جاءت خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة تليغراف البريطانية، أشار فيها إلى أن معظم مسلحي داعش سعوديون. وتساءل المسؤول القطري في مقابلته: إذا كنا نسعى إلى السلام مع إسرائيل فلماذا لا نسعى أيضا إلى السلام مع طهران، مؤكدا أن إيران لم تلحق أي أذى بقطر. تمكن الجيش السوري من قتل القائد العسكري في جيش العز عبد الباسط ساروت في ريف حما، وأفاد مراسلون باستشهاد مدني وإصابة 3 آخرين بجروح جراء استهداف المسلحين بلدة شيزر في ريف حما الشمالي الغربي بالقذائف. ووقعت اشتباكات عنيفة على محور بلدة تلملح وباتجاه بيت جلمة، وقد شنت الطائرات الحربية السورية غارات على تحركات المسلحين ومواقعهم في بلدتي مورك وكفرزيتا في ريف حما الشمالي وفي معرة حرمة وسفوهن جنوب إدلب. أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس التزام بلاده بدعم العراق في جميع المجالات وبتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين البلدين. وخلال لقائه الرئيس العراقي برهم صالح في بغداد، أشاد ماس بدور العراق المحوري من أجل تعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار. أما صالح فأشار إلى أن العراق سيواصل مساعيه لتوحيد الجهود الرامية إلى اعتماد لغة الحوار البناء والابتعاد عن منطق التدخل في شؤون الدول. قال وزير النفط الإيراني بيجن زنجنا إن بلاده لا تعتزم الانسحاب من منظمة البلدان المصادرة للنفط الأوبك. وأسف زنجنا في مقابلة نشرها الموقع الإلكتروني لوكالة أنباء مجلس الشورى الإسلامي الإيرانية لأن بعض أعضاء أوبك
حول المنظمة إلى محفل سياسي لمواجهة دولتين تعدان من بين المؤسسين لهما وهما إيران وفنزويلا. قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن أعداء إيران يخشون الحرب بسبب القوة الهجومية والدفاعية المتطورة لديها. من جهة ثانية أكد حاتمي أن العروض الأمريكية بشأن المحادثات من دون شروط مسبقة غير جادة. والآن فاصل قصير ونستكمل وإياكم نشرة الأخبار. أهلا بكم من جديد. أكد رئيس حركة الإصلاح الوطني في الجزائر فيلال جويني موافقة حزبه على المشاركة في جلسات الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح. وفي لقاء مع قياديين رفض جويني الخوض في أي مسار يحدث فراغا دستوريا في البلاد. نؤكد مرة أخرى رفض الحركة لأي مسار غير مدروس وغير آمن قد يقودنا إلى مرحلة فراغ دستوري وإحداث إرباك بفعل فتح الباب أمام التأويلات والاجتهاد خارج الدستور بما لا يحظى بإجماع وطني ولا يحقق التوافق بين مختلف الفاعلين. في المغرب وبعد احتجاجات شعبية رافضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي قررت سلطات مدينة مراكش منع إقامة مهرجان البهجة المتوسطي للرقص الشرقي الذي تديره الراقصة الإسرائيلية سيمونا كيزمان. إعلان تنظيم المهرجان الذي كان مقررا بين الثالث من الشهر الحالي والعاشر منه كان قد أثار غضب الهيئات والمنظمات المغربية باعتباره مسيئا للمغرب وشعبه، مطالبة المسؤولين بمحاسبة المنظمين وبوقف مسلسل التطبيع مع إسرائيل. رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد وحمن حذر من أن مستوى التطبيع مع الاحتلال وصل إلى مرحلة خطيرة جدا. وفي اتصال مع الميادين أكد وحمن الاستعداد لمواجهة التطبيع في تونس كما في المغرب. هناك تراخي حقيقي في تونس وهناك طبعا مسؤولية كبيرة في المغرب، ولكن بدأنا نسجل يعني تحركا مغربيا على المستوى الرسمي ولو أنها خطوات ما تزال في دون المستوى. في الحقيقة أصدرنا كتابا فيه تفاصيل ووثائق وصور وأدلة وأسماء ومواقع ورتب ومواقع في السلطة ممن هم متواطئون ومتورطون في هذه الاختراقات. يجب أن يكون هناك تحرك من لدن الجميع. رصدنا من ضمن ما رصدنا خرائط وأعلام لدويلات يتم العمل على زرع الفتن المذهبية على أسس عرقية، وهناك دويلات الآن وكيانات تخلق وصممت لها أعلام، وهناك تدريبات عسكرية بإشراف ضباط سمون في جيش الحرب الصهيوني. وفي سياق مشابه وتحت عنوان العودة إلى تونس عرضت القناة الثانية عشرة الإسرائيلية تقريرا كشفت فيه عن سماح السلطات التونسية للإسرائيليين بدخول تونس بجوازات سفر إسرائيلية مع تسهيلات كثيرة وحماية أمنية مشددة. تقرير منال إسماعيل. العودة إلى تونس عنوان تقرير عرضته القناة الثانية عشرة الإسرائيلية يكشف عن استقبال الإسرائيليين في تونس مرة في العام بموافقة السلطات التونسية. مرة واحدة في السنة تسمح السلطات التونسية لإسرائيليين بزيارة الأرض التي ولدوا فيها. هذا ما جرى عندما سافر 2000 إسرائيلي إلى مدينة جربة التونسية لزيارة المنازل التي ترعرعوا فيها وللصلاة والحنين. السلطات التونسية لم تخاطر بحسب التقرير وأمنت الحماية المشددة للحافلة التي كانت تقل المجموعة الإسرائيلية مع مرافقة ومتابعة دقيقتين طوال محطات الرحلة. فليبارك الله كل جنود إسرائيل ويجعلهم سالمين ومنيرين علينا وعلى إسرائيل وتونس. التقرير أشار إلى أن وزير السياحة اليهودي الأصل الذي كان محاطا بمئات الإسرائيليين الذين دخلوا تونس بجوازات سفر إسرائيلية رفض الإجابة عن أسئلة معدة التقرير أمام الكاميرا عندما علم أن القناة إسرائيلية، لكنه لم يتردد في إلقاء خطاب ترحيبي بالمجموعة الإسرائيلية.
انفتاح التونسيين على تقبل زيارة الإسرائيليين بلدهم ربطه معدو التقرير بالوضع الاقتصادي الصعب والحاجة الماسة إلى السياحة، وخاصة أن عدد الإسرائيليين الذين زاروا مدينة جربة التونسية بلغ رقما قياسيا هذا العام منذ اندلاع الأحداث في العالم العربي عام 2011. أنتم ترون الأعداد الهائلة من الأشخاص الآن. في البداية كان علي إقناعهم بعدم الخوف من المجيء إلى تونس، وبعد ذلك حققت نتيجة مع مزيد من الرحلات بأعداد وبسعادة أكبر. على أن اللافت في التقرير الإشارة إلى زيارة المجموعة الإسرائيلية المنزل الذي اغتيل فيه أحد قادة حركة فتح أبو جهاد على يد قوة خاصة إسرائيلية. هناك وبحسب التقرير همس الدليل السياحي في آذان الزوار الإسرائيليين عن المنزل وأهميته كي لا يسمعه السكان المحليون ويعرفون هوياتهم. يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة العشرين اجتماعات تستمر يومين في اليابان تركز على التجارة وقواعد النظام الضريبي العالمي الجديد. وزير المالية الألماني أولف شولتز أعلن أن وزراء المالية في الاجتماع اتفقوا على أن الحد الأدنى من الضرائب هو فكرة جيدة، مضيفا أنها ستنفذ. وعلى هامش الاجتماع أشاد وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوشن بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الولايات المتحدة والمكسيك حول الهجرة، ووصفه بأنه مهم جدا جدا. وينضم إلينا من طوكيو الصحافي خلدون الأزهري. سيد خلدون، مرحبا بك. أود أن أسألك عن الأجواء التي تصاحب الاجتماعات الجارية حاليا في اليابان في ظل الجبهات الساخنة وتصاعد حدة الخلافات التجارية بين الكثير من الدول، وأولها الولايات المتحدة ومن ثم الصين ودول أخرى. نعم، الهدف الأساسي من هذا الاجتماع هو تقريب مواقف الدول المشاركة من خلال وزراء المالية وحكام المصارف المركزية بتبني سياسات متقاربة تمهيدا لقمة العشرين التي سوف تعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، والرؤساء الدول المشاركة عندها سوف تكون أمامهم مهمة أسهل في تبديد الخلافات القائمة حاليا ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين في مجال التعريفة البنوكية. أجواء الاجتماع تهيمن عليها أجواء من القلق بسبب أن الاقتصاد العالمي يواجه مخاطر عديدة للركود، وبأن الأسواق قد تفقد الثقة في المستقبل، وهذا نتيجة تفاقم الحرب التجارية الصينية الأمريكية رغم التصريحات الإيجابية عن اتفاق مع المكسيك كما ذكرتم. هناك بعض التقديرات التي عرفناها في أروقة المؤتمر تضع انخفاض إجمالي الناتج العالمي بنسبة 0.5% في العام الجاري عندما تطبق الرسوم الجمركية التي هي موضع التهديد بين البلدين الولايات المتحدة والصين. هذا يعني خسارة ما يقارب 450 مليار دولار من الأموال في الاقتصاد العالمي. لكن وزير المالية الياباني تارو آسو هو طبعا يترأس الاجتماع، أعرب عن التفاؤل بعد انتهاء هذا اليوم الأول من المحادثات. طبعا غدا اليوم الثاني قال سوف يصبح الاقتصاد العالمي أكثر صلابة في النصف الثاني من هذا العام رغم استمرار مخاطر الركود. كيف يمكن أستاذ خلدون أن يكون الاقتصاد العالمي أكثر صلابة في ظل خلافات وإجراءات عقابية متبادلة يعني تجري بين دول رئيسية مثل الولايات المتحدة مثل الصين، وأيضا كان هناك إجراءات عقابية متبادلة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي؟ يعني كيف يمكن لهذا الاقتصاد أن يكون صلبا متماسكا وهناك خلافات كبيرة تعصف؟ هل حضرت هذه الخلافات وهل من وساطة ربما يقوم بها الراعي الياباني من أجل الاحتواء على الأقل هذه الحدة في الخلافات؟ طبعا طوكيو تحاول تقريب وجهات النظر إلى أكبر حد ممكن، ولكن الأمور لن تكون تحت السيطرة ب100%. هناك مجالات أخرى للتفاهم بين المشاركين، اتفقوا على فرض قواعد ضريبية جديدة وخاصة على الشركات الرقمية متعددة الجنسيات مثل جوجل وفيسبوك. هناك حاجة إلى نظام ضريبي مستدام على مستوى العالم. طبعا نعرف أنه توجد اتهامات أن هذه الشركات العملاقة وتشمل أيضا أبل وأمازون لا تدفع حصة عادلة من الضرائب وتتهرب منها ببناء شركات في دول لا تقوم فيها ببيع المنتجات. هناك أيضا دعوة إلى
اهتمام بمبادئ الذكاء الاصطناعي، مبادئ البعد الإنساني للذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات التي يمثلها على سوق العمل والأمن الخصوصية واحترام دور القانون. طبعا تحقيق الشفافية في إدارة الديون لمشاريع البنية التحتية في البلدان النامية، وهذا أيضا اتفقوا عليه، إضافة إلى تكثيف الجهود لمكافحة غسيل الأموال وتمويل ما يسمى بالجماعات الإرهابية من خلال استخدام أصول. إذا هناك عدة مجالات وقطاعات يتفقون عليها، وليس فقط الحرب التجارية التي هي ما زالت موضع المفاوضات بين البلاد المعنية. خلدون الأزهري الصحفي والمحلل السياسي والاقتصادي كنت معنا من اليابان، شكرا جزيلا لك. اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الولايات المتحدة الأمريكية بأخذ العالم إلى فوضى من الحروب غير المتناهية. وفي منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أعلن بوتين أن نموذج السيادة الذي تفرضه واشنطن سيؤدي إلى نزاعات وحروب دائمة. إذا استمرت هذه القيود في الازدياد حتى العام 2022 بالوتيرة الحالية نفسها، فسيؤدي ذلك إلى انخفاض الناتج الإجمالي المحلي العالمي بنسبة 2% وتراجع التجارة العالمية بنسبة 17%، وبطبيعة الحال نحن ضد هذا السيناريو. إذا استمر الوضع على ما هو عليه فسنواجه جميعا مشاكل كبيرة وخسائر هائلة. نحن ضد الحروب الاقتصادية لأن تأثيرها سيكون سلبيا وخطيرا. دورنا في ذلك هو الكفاح من أجل المبادئ العادلة والديمقراطية لتطوير العلاقات الاقتصادية العالمية. نحن منفتحون على العمل مع أي طرف بما في ذلك الولايات المتحدة. اتفاقات عديدة وقعتها الصين وروسيا في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل مواجهة كبيرة تخوضانها مع أمريكا على مختلف المستويات لا سيما الاقتصادية، منها إلى درجة دعا فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى إعادة النظر بدور الدولار. ليس بمواجهة العقوبات الأمريكية وحدها يشتد عود العلاقات الاقتصادية الصينية الروسية بما لذلك من دوافع وانعكاسات سياسية. فعلى أسس اقتصادية مشتركة ومتينة تتابع بكين وموسكو تطوير علاقاتهما الاقتصادية، منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي شكل مناسبة مهمة لذلك. عشرات الاتفاقيات في مختلف المجالات تم توقيعها بين البلدين، يبرز منها مثلا اتفاق شراكة تطوير وإطلاق شبكات الجيل الخامس من الإنترنت في روسيا بين شركتي MTS الروسية وهواوي الصينية، رغم ضراوة الحرب التي تشنها أمريكا ضد هواوي لإخراجها من السوق بنحو غير رسمي وفق ما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. بلغة الأرقام، ارتفع معدل التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي بنسبة 25% ليسجل قيمة مريحة للطرفين ومقلقة لخصمهما، وهي 108 مليارات دولار. هذه القيمة مرشحة للارتفاع مع تطبيق الاتفاقيات الجديدة ومع التقدم الروسي الصيني في مشروعين منفصلين كلاهما يشكل أزمة كبيرة لم تتردد واشنطن في الحديث عنهما. والحديث هنا عن مشروع السيل الشمالي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا وعن مبادرة الحزام والطريق الصينية لبناء أكبر شبكة بنية تحتية للتبادل التجاري في العالم، حيث تقع روسيا في قلب النطاق الجغرافي لهذه المبادرة. قد يكون من السابق لأوانه الحديث عن جبهات اقتصادية دولية حادة بين موسكو وبكين من جهة وواشنطن من الجهة الأخرى لأسباب شتى ومتداخلة، غير أن تحجيم السطوة الأمريكية على الاقتصاد العالمي يبدو هدفا يعمل على تحقيقه صينيا وروسيا. وليس أدل على ذلك من دعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال منتدى سانت بطرسبورغ إلى إعادة النظر في دور الدولار في النظام المالي بعد تحوله إلى أداة ضغط وفق تعبيره، وبحضور الرئيس الصيني تشين جين بينغ. وفد صيني من 1000 عضو لم تكن زيارته سانت بطرسبورغ عابرة. اتفاقات بالجملة من ضمنها مشاريع زراعية في الأقاليم الحدودية الروسية مع الصين تضاف إلى اتفاقات سابقة مهمة كخط أنابيبي باور أوف سيبيريا الذي سيبدأ بنقل الغاز الروسي إلى الصين اعتبارا من كانون الأول ديسمبر المقبل، وشراكات غازية في القطب الشمالي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق تطبيق الرسوم الجمركية على المكسيك بعد اتفاق بشأن الهجرة معها.
ربما لن تتمكن هذه السيدة لغواتيمالية من عبور الحدود المكسيكية الأمريكية من دون أوراق رسمية قانونية، فالحرس الوطني المكسيكي تنتشر عناصره بكثافة على الحدود الجنوبية لمكافحة تدفق المهاجرين غير الشرعيين. وأتاحت موافقة المكسيك على اتخاذ هذه التدابير الصارمة واتخاذ هذه الخطوات غير المسبوقة تعليق واشنطن الحرب التجارية معها والتراجع عن فرض رسوم جديدة على صادراتها. وزير خارجيتها مارسيلو إبرارد قال إنه لن يكون هناك فرض أي رسوم أو ضرائب من قبل الولايات المتحدة الاثنين. بعد 3 أيام من المفاوضات بين البلدين في واشنطن، تعهد الطرفان في إعلان مشترك بتعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل المعلومات والإجراءات المنسقة لضمان حماية وأمن أفضل للحدود المشتركة. وأعلن ترامب في تغريدة عن تعليق الرسوم التي من المفترض أن تطبقها الولايات المتحدة على المكسيك بموجب ذلك لأجل غير مسمى، واعتبر إجراءات المكسيك مساهمة كبيرة في اتجاه القضاء أو تقليل الهجرة غير الشرعية. بما تم التوصل إليه تكون المكسيك قد تفادت رسوما جمركية على واردات مكسيكية تتصاعد من 5% إلى 25% تدريجيا بدءا من الأسبوع المقبل، كان ترامب قد هدد بفرضها إذا لم توافق المكسيك على طلبه تشديد الرقابة على حدودها. أصبح الأمر أكثر صعوبة لأن قوافل كثيرة غادرت بلدنا لهذا السبب، يصبح الأمر برمته أكثر صعوبة في السفر إلى الشمال. في مقابل الصعوبة التي يواجهها هذا المهاجر الهندوراسي والآلاف غيره، أراح هذا التغير على الحدود الحكومة الأمريكية، حيث تحدث وزير الخزانة ستيفن منوتشن عن مدى أهمية الاتفاق وقدر عالياً التعهدات التي قطعتها المكسيك للمساعدة في مسألة الهجرة. ختام النشرة تذكير بالعناوين. السفير الأمريكي لدى تل أبيب يدافع عن حق إسرائيل في ضم أجزاء من الضفة، وفصائل فلسطينية تندد وتربط تصريحاته بالترويج لصفقة القرن. المجلس العسكري السوداني يبدي استعداده لاستئناف المفاوضات مع المعارضة، والأخيرة تلوح بالعصيان المدني. الجيش اليمني واللجان يحبطون هجومين لقوات التحالف السعودي قبالة عسير. منظمات حقوقية تحذر السعودية تعتزم صلب الفتى مرتجى قريريس على خلفية اتهامات سياسية وجهت إليه في عمر 11 عاما. المزيد من الأخبار على صفحة الميادين على الانترنت الميادين.net وباللغة الإسبانية espanol.elmayadin.net. النشرة المقبلة يرافقكم فيها الزميل كمال خلف. دمتم بخير، إلى اللقاء.